كالعادة أستاذ وعد، في كل حلقة لا يوجد أحد يجيب على جوهر الموضوع. أولا أشكر أبو عائشة، دائما يمتعنا باعترافاته الجميلة، وهو من الواضح أنه وقف في صف ابن أبي داود ومن معه. يعني أبو عائشة واضح أنه يجرم هذه الأمور التي لأجلها جرم الطبري. غاية ما في الأمر هو يكون الطبري بريء. يعني أستاذ وعد لابد أن ندقق في كلام أبي عائشة، هو يقول الطبري بريء من هذه التهم، لكن أبو عائشة لم ينكر أن هذه التهم جريمة. يعني لم يقل أنه اتهم بأشياء ليست بجريمة، لا، هو يسلم أنها جريمة. غاية ما في الأمر هو يبرئ الطبري منها. ما أدري إخواني التفتوا إلى هذه الجزئية أو لا. هو لم يأتي ويقول أنه لا والله رواية فضائل علي والكتابة في الغدير والرواية عن الشيعة ليست جريمة، له يسلم أنها جريمة. غاية ما في الأمر أن الطبري، نسبة هذه الأمور للطبري غير صحيحة. فلذلك هو الآن يؤكد ما شاء الله تبارك الله على أبي عائشة، حقيقة هو سلاح نووي، اسم على مسمى. يعني في كل حلقة يؤكد كلامي بصورة جميلة جدا، فجزيل الشكر لك. هو مو فقط لا، الشيخ أبو عائشة النووي يقولها كما هي. الآن راح أقدم لك أيضا الشيخ عمار، بس قبل الشيخ عمار خلي أخذ الأخ من روسيا. روسيا، السلام عليكم. روسيا ولا من وين؟ الإمارات ولا روسيا؟ والله ما أعرف، تفضل. كيف حال أخوات؟ لا من خير. حياك الله، حياك الله، كيف حالك؟ السلام عليكم شيخ أحمد سلمان. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ شيخ أحمد سلمان من تونس. نعم عزيزي. أنا من المغرب، يعني زارك بس. نتشرف بك عزيزي، سواء كنت من المغرب أو من المشرق. الله يحفظك الشيخ أحمد. أخ وعد، بس مداخلة صغيرة إذا كان ممكن واسمحوا لي. تفضل. كان في أحد المخالفين الحين كان مسوي بث مباشر، هذا الاسم هاشم، لا تذكر أسماء، أسوي منه أي. تفضل. شبين، أنا اتصلت عليه عن مسألة، بسأله سؤال، لأنه صراحة حز قلبي اللي سواه معي. تخيل انه سبني وسوى لي بلوك. انا بسالك، حتى لو كنت ملحد، خلي انني سني ولا باحث عن الحق ولا اي مساله، حتى لو كنت ملحد، بس بحورك وبناقش معك. الحوار اخذ وعطاء، مش تقطع الواحد. صح. مساله معركه صفين، انا اعطيته مثال بسيط، اذا كان ممكن اطرحه عليكم، اذا كان ممكن. سني انت؟ لا لا، أعوذ بالله من اليوم من السنة، أنا متشيع والحمد لله. يا الله يا الله، من مذهبهم. الحمد لله، أعوذ بالله. شفت معاملتهم، شفت معاملتهم، حتى تشوف إنه التشيع شلون. إحنا الآن فضيلة الشيخ أبو عائشة، ويقولون ليش تقول فضيلة الشيخ أبو عائشة النووي، فضيلة الشيخ مفضل، وهذول الأخوة نتيح لهم المجال. أستاذ وعد، أستاذ وعد تسمعوني؟ أي نعم. صوت واضح إن شاء الله. الأخ ما اسمه المغربي؟ إبراهيم. إبراهيم عزيز إبراهيم، لم يتحاوروا مع الطبري الذي كان إماما له. طبري ليس عالم فقط، الطبري إمام، وكان عنده مذهب وعنده مقلدون، المذهب الطبري. الطبري لم يتحاوروا معه، اشتبهوا في اسمه مباشرة، ذهبوا ورجموه. هل تريدهم أن يتحاوروا معك وأنت شيعي؟ الطبري إمام واتهم بالتشيع، قتلوه وحجزوه ومنعوا من دفنه. هل تريد أنت اليوم أن يأتي من يتحاور معك ويقبلك كمخالف؟ أخوان. نعم تفضل. أنا المسألة اللي طرحت عليه باختصار، لأنه أنا طرحت عليه حديث، قلت له حديث موجود في السنة، علي مع الحق والحق مع علي، قال لك الحديث ضعيف. الله أكبر، الله أكبر، جريمة ارتكبتها حقيقة. علي هذه المسألة الأولى. لا اعطينا مجال، خلنا نبقى المسألة. أنت قلت علي مع الحق، والله زين وطردك،
الحمد لله ما يعرف عنوانك، الحمد لله انه عنوانك مو ظاهر. انت شلون تقول علي مع الحق؟ هاي جريمه، جريمه. اذا تقول علي مع الحق جريمه كبرى، لازم تقول علي مع الباطل والعياذ بالله. سلام الله على علي. تفضل اخونا تفضل. انا اعطيته مثال، بس المشكله الحين اذا اعطيتك مثال راح تعطيني مجال مشان افسر لك لماذا اعطيتك المثال وتفسيره. تفضل. انا قلت له، اذا قلت له مثلا اذا فئتين مسلمتين يعني هذا على الحق والثاني على الحق وتحاربوا، لا يقبلها المنطق، لا يقبلها العقل. يعني انا كشخص مسلم عندي عقل بفكر به، هذه فئة على حق مع فئة ثانية على حق راح يتحاربوا، شو السبب؟ أنا أعطيته مثال، قلت له الحين بزمننا الحين في مشاكل صايرة بين الإخوة الفلسطينيين والإسرائيليين، قلت له يعني ما خلاني حتى أكمل الكلام، قال لك لا تستدل باليهود وقطع علي. أنا شرحي ليه؟ أنا كنت أقول له بس إذا قلت لك مثلا إسرائيل ولا هالمسألة بكرة راح يقول لك حتى إحنا مسلمين ونتحارب على الحق، يعني هادو فئتين على الحق. من حقهم ولا لا؟ يا هم يقولون انه هذه وان طائفتان من المؤمنين انه كانت بين عبد الله بن ابي وجماعته كانوا كفار وبينهم يقولون، فنزلت هذه الايه. هذول الله خلصك اخونا الحبيب. ملخص الكلام عند... لا انا ملخص الكلام تشيعت بسبب دور فقار المغربي من زمان بصراحه، بس انا كنت بدي اناقشه بمساله معاويه لانه معاويه مسوين منه صنم والعياذ بالله. لا 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 لحظه ابقوا يا ابقوا استاذ عمار، استاذ عمار تسمعنا؟ استاذ عمار لحظه، الان اجي للاخ من مصر ايضا. استاذ عمار تسمعنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عمار الان الاخ سماحه الشيخ اذا عندك تعليق اولا على سماحه الشيخ فيما ذكره، والان هذا مثال حي، تقبل انه انسان يقول ان عليا مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، انت كانسان باحث تقبل ولا ما تقبل؟ يجب ان نقول ان كل المؤمنين مع الحق وليس علي، هذا ظلم، ظلم وفيه اصلا اساءة لكم، هذا اساءة لكم. شو معناته اساءة لكم؟ اذا كان الحق مع علي لوحده معناها انتم لستم مع الحق. هذا الكلام لا يجوز، كلام باطل. الحق مع كل المؤمنين، اما والله ناتي نقول علي مع الحق لوحده، طب اين الحسن واين الحسين؟ طيب كلام لا يجوز. نحن نريد ان يكون الكلام علمي، كلام علمي، لا لحظه، هذا الكلام العلمي عندما حارب معاويه عليا عليه السلام، مين احنا الان نقول انه هذا مع الحق وهذا مع الباطل؟ مين الذي معه الأغلبية؟ الأغلبية الصحابة مع معاوية، إذن هو مع الحق. أنت واضحة جدا، أوضح من الشمس، لا تحتاج إلى لا جدال ولا نقاش. الصحابة المبشرين بالجنة الذين كانوا عقيد الحياة مع من كانوا؟ لم يكونوا مع علي. طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، أعطيني واحد واحد منهم من المبشرين بالجنة وقف مع علي. ليش؟ لأن علي كان مع قتلة عثمان، كان يحارب مع يدافع يقف في صف قتلة عثمان. لذلك الصحابي بدون استثناء سمعت الحق اوضح من الشمس، الحق مع معاويه واضح 100%، لا نقاش فيه. سمعتم اخواني، الحق مع معاويه ومعاويه مع الحق كالشمس يدور معه كل الصحابي. اذا شخص قال ان معاويه على الباطل فهو يخطئ كل الصحابي. بس لحظه خلينا نشوف الشيخ عنده هل يجرؤ علي؟ هل يجرؤ شخص على تخطئ؟ تقول هل يجرؤ شخص واحد على ان يخطئ كل الصحابي؟ اي شيء انا اتحدى اي سنه كل الصحابي خطا. ماشي ماشي، لا يجرؤ. لا لا لا، هم نطق ابو بكر بن ابي داود على لسانه، هذا ابو بكر رقم 2 قلت لك متفرج. إيه لا، انا راح اجيب لك ابو بكر وام بكر وخال بكر وشيخ بكر، كل ما اجيب لك اياهم اصبر عليه. اخونا من المغرب، اخونا يا اخونا من المغرب، انت ليش تتشيع؟ ليش ممكن ارد عليه؟ بس اي بس قول لي ليش ارد عليه؟ ليش تتشيعون؟ لان معاويه مع الحق، ليش تتركون الحق؟ تفضل. اتشيع لانه عندي عقل وبفكر به. من فتح المغرب؟ من فتح المغرب؟ هل الامويين ام علي؟ انا اجبني، من فتح المغرب؟ من ادخل الاسلام للمغرب؟ علي ام الامويين؟ يا رجل جاب المغرب على معاويه، ايش فيك انت؟ لحظه لحظه استاذي لحظه، الذي أدخل الإسلام للمغرب العلويون بقيادة إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الصبح بن علي بن أبي طالب المدفون في مكناس.
ما انتم تقولون انتم ضد الفتوحات الاسلاميه. شوف قلب الذي جعلها تسلم هو ادريس. هل انت مع ادريس؟ بدون سيف اقنع الناس بالاسلام ودخلوا واسس دوله. اول دوله تاسست في المغرب هي دوله العلويين. هل تنكر هذا؟ لا 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 انكرها. سلامة المسلمين للإسلام بدون سيف في بعض المناطق. ممتاز. شفت اخواني يا اخونا من المغرب، اخونا من المغرب، انت ليش الان هو يقول لك انت ليش ما تكون مع معاوية حتى تكون مع الحق؟ هو يقول لك انه علي، ان امير المؤمنين عليه السلام علي بن ابي طالب هو على الباطل. ليش؟ لان قبال الحق الذي كان في معاوية. تفضل شنو جوابك؟ وهم على رسول الله من فتح المغرب. لا بلا يا عمار خلي يتكلم. هسه ما عرفناك انت، خلي يتكلم الاخ، خلي يتكلم. هل علي افادنا شيء في فتح المغرب؟ اي علي ما فيه هو علي. لا يقول هل علي افادنا يا اخو؟ والله العظيم يا شيخ عمار المغرب ام يزيد. اجي فد ثاني الله يخليك. عمار انت الان اخرجت الامام علي من الايمان صح ولا لا؟ عمار كيف تخرج الإمام علي من الإيمان؟ أنا أوصل الإسلام لأمريكا أخونا. في الدقيقة الله يخليك، هو عمار أخرج الإمام علي من الإيمان صح ولا لا؟ لا علي مؤمن، علي مؤمن. لا أنت قلت أن الحق مع المؤمنين. أنت قلت قبل قليل أن المؤمنين على حق. إذن هل الإمام علي على حق أم على باطل؟ نعم علي على حق إذا كان ضمن المؤمنين، مع المؤمنين. نعم. لا لا أنت الآن قلت مع معاوية، معاوية على حق. إذن أنت أخرجت الإمام علي من الإيمان لأن قلت المؤمنين مع الحق. طلع الإمام علي ليس على حق ولا ليس من المؤمنين. ليس معنى أنه يخرج عن الحق. الذي يخطئ إذا أخطأ شخص في مسألة معينة، في قضية معينة، ليس معنى أنه نخرج من الدين. هذا خطأ، هذا سؤال خطأ. ليش؟ إذا أنا أخطأت في قضية معينة أو في جانب معين، هل أنا أصبح كافر؟ لا، هذا سؤال خطأ. فإذا علي أخطأ في قضية معينة ليس معنى أنه خلاص ابتعد عن الحق. لا، هو أخطأ في جانب وفي جوانب أخرى أصاب. يعني مثلا علي أصاب عندما بايع أبو كريم. أطلب حتى تصعد وياه. هذا أمور أصاب فيها. أطلب شنو؟ أطلب على مود ذول اللي دخلوا. اطلب تسعد وياي على مود بالتيك توك لو هنا. اي نعم طيب الان اشتغلوا. شوفوا اخواني الان الحقيقه، شوفوا الشتيمه، سمعوا الشتيمه الان. الحقيقه شلون الشتيمه يا حبيبي؟ شوفوا الشتيمه اخواني، بداوا يشتموننا. الله اكبر يا ابن المتمتع. والله دمركم الشيخ احمد سلمان، اقسم بالله. هذا الوجع، اسمع، هذا الوجع الذي احدثه. شوفوا الشتيمه اخواني، سمعوا. جي يغلق الجاس، يغلق الجاس كله وسوي جوله مباشره مع. انا ما اعرف شلون. لا الجاس هاي العلامه الشخصين. شوف اخواني، شوف اخواني، شفتم؟ والله اقول لله درك شيخ احمد سلمان. الان اعصابهم انهارت، الان اعصاب هؤلاء انهارت. لماذا؟ لانه حقيقه. هو المشكله الخوف من الحقيقه اخواني، الخوف من الحقيقة. وإلا إحنا نظهر كتب وموجود الآن المشايخ وموجود. ليش تشتموننا؟ ليش تشتمون الشيخ؟ أنا الشيخ معذرة إن وطيت الصوت، يعني شتيمة مال على أي حال. نسأل الله غفران الذنوب وستر العيوب. إيه والله أعوذ بالله من غضب الله. طيب من مصر، مصر تسمعنا؟ اريد اكمال الاجابه اخ عمار، بس ارتب القضيه وارجع لك بس ثانيه واحده. ارد على حديث الغدير، على حديث الغدير. العلماء ضعفوا يا اخي، ليش يقول عنه كله متواتر؟ العلماء ابن تيميه ضعفوا يا اخي. الله يبارك فيك، بس اصبر علي. رحمه الله على والدك دكتور نادر. حديث الغدير يا اخي، انا جبت شيء من عندي. الله يحفظك مولانا دكتور نادر، رحمه الله على والدك. طيب حياك الله، مع السلامه. الله يبارك فيك. زين تفضل اخونا من مصر. من مصر حياكم الله حاج وعد اخنا. يلا شيخ كرامه، شيخ احمد سلمان، الله يبارك فيكم. انا كنت ساعده بس عشان استشهد بقضيه حصلت معي انا شخصيا امس.
إن كان في أخ مغربي، هو للأمانة هو سني بس محترم، وكان بيتحدث عن الآية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا من وقت تشيعي أخذت عهد على نفسي بألا أنجس نفسي بدخول بصوص السنة، يعني هم بيأتوا إلى بصوص المكرمين لا نسبهم ولا نظمهم، لكن هم لا يخافون في الله أحد، يعني لا يخافون أحد من الله. فأنا كل الحكاية أنا صعبت بقول له أنت دلوقتي بتقول أن أهل الذكر عندكم العلماء، قال لي وقال لي أن لكل فن علماء. قلت له تمام، أنت عندك بأحاديثك آية تناقض الحديث؟ قال لي ما هي؟ قلت له في سورة الضحى قال رب العالمين فأما اليتيم فلا تقهر، ورسول الله صلى الله عليه وآله حاشا في صحيح مسلم يقهر يتيمة أم سليم وينهرها ويدعو عليها، ثم بآخر الحديث يبتسم ويضحك ويقول أما تعلمين أن اشترطت على ربي؟ كما قلت حج وعد وسمعت أقبح الألفاظ وأقبح الشتائم، والله ما سمعتها، وأنا سنية ولا بعد تشيعي، من سني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يتوجه إلى القبور ولا يتوصل إلى الله، فقط لأني نصرت رسول الله صلى الله عليه وآله وليس علي ابن أبي طالب فقط. الله رسول الله شتمت وثبت أمي من أجله. الله أكبر. شفتوا أخواني، سمعت سماحة الشيخ، هذا الموضوع الآن الدفاع عن محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين موضوع مؤثر الآن، أينما ذهب رجل ينتمي إلى مدرسة محمد وآل محمد يحارب والعياذ بالله. الله يبارك بيك أختنا، والله يستر عليك، ورحمة الله على والديك، إن شاء الله رب العالمين يكتبها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا أختنا، شكرا لكم حجمه. الله يبارك بك، الله يبارك بك. طيب قبل أن أرجع إلى الشيخ عمار، الشيخ عمار خلي أسمع الأخت زينة. زينة تفضلي أختنا. زينة تفضلي. زينة نعم تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا أنا عندي مداخلة، هاي اللي صار لها فترة شوية طويلة، وهي ما يشبه نوع من المقارنة بين النواصب إلى حد كبير شبههم باليهود. طيب حافظي على الألفاظ لأنه عندنا مشكلة بالبث. الله يبارك بيكم. ألو انقطعت الأخت، عندكم الخط ضعيف أختنا. طيب أخونا من الإمارات تفضل كمل مداخلتك لأن أريد أمشي الدور. الله يبارك بيك تفضل. والله شكرا جزيلا على كل برنامج من تول الأخ ميثم والشيخ سلمان، جزاكم الله خيرا وشكرا لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والله يستر عليك وعلى المغرب إن شاء الله وبارك الله بك. تفضل من ألمانيا. من ألمانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ عاصم من ألمانيا. عاصم؟ عفوا ما اسمع صوتك شوي، ارفع صوتك. شو؟ عاصم من سوريا. حياك الله عاصم، تفضل اخونا عاصم. الله يخليك. اول شيء بس بحب اشكركم على الصوت اللي هاي اللي بتبين اهميه الوعي التاريخي لهالنقطه. انا من اول بدايه البحث من ما يزيد عن السلسله اللي بتبحث في المواضيع هاي، كان الوعي التاريخي من الامور اللي وضحت لنا نقاط كانت يعني مبهمه وساعد كثير. بس ما كنت كنت متعمق بالجيل الاول يعني اكثر من الاجيال اللي اجت بعده، ففاجأت هلا في هالسلسله هاي على تعمق النصب بالحديث لهالمستويات هاي، لأمي ولما يعتبر عند السنه عني يعني أمي واسماء كبيره وكبير كثير. الحمد لله الحمد لله. فبس الاخوي صدقاً أخونا صدقاً، هل أضافت لك هذه السلسلة معلومات؟ هل رسخت عندك معلومات؟ صدقاً
وصراحة كثير يعني أنا كنت مثل ما قلت لك أنا من الجيل الأول مركز يعني معاوية والحاشي الأولى الجيل الأول يعني الموقف بالجيل الأول صح التعبير ف أما يكون متعمد في هالأسماء الكبيرة اللي هي أئمة السنة واللي هي اللي قاعدت القواعد فهذا الشيء كان بالنسبة لي مفاجئ نوعا ما فبس الأخ دائما بيحاول يحرف الحديث يعني دائما بيبلش يذكره الحسين وعلي وعائشي دائما بيحرف الحديث من الأجانب غير البحث العلمي اللي كان موجود فيه فبتمنى من حضرتك من الشيخ أحمد سلمان يلزموا متصلين في موضوع الحلقة إن شاء الله الله يحفظك أخونا وجزاك الله خير الجزاء ورحمة الله على والديك وسأل الله أن يبارك بعمرك وبحثك وإن شاء الله رب العالمين يقذف في قلبك النور دائما وأبدا إن شاء الله شكرا لكم أخونا بارك الله بك بارك الله بك شكرا لكم هنيئا لكم شيخنا الآن الناس بدأت تعرف الأمور من خلال هذه السلسلة وهذا فضل من الله تبارك وتعالى معنا أخ سني آخر اللي هو الأخ أبو ياسر تفضل أخونا أبو ياسر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أستاذي والله أنا يعني والله قلبي عم يوجعني على الشيخ أحمد سلمان الله يجزيه الخير ويبارك فيه ويبارك بعلمه والله هذا الإنسان يعني ظلم وللأسف هالسفهاء اللي عم يطلعوا يتكلموا هم يعني لا يصلوا لمعلو لكن لا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل يعني ما نجد أخونا أنت سني أنت كما ترى أنه ما نجد إنسان يدخل في الموضوع ويناقش المسألة علميا لكن هل هذا الأمر يحرفنا عن المسار الذي نتبعه لا والله احنا نريد من أمثالك الكرام من أهل السنة مثل أمثال الأخ اللي سبق من أمثال الأخت المتشيعة المغرب أريد يعرفوا الحقيقة أنه بطون الكتب لم تقرأ لكم القراءة الصحيحة يعني هذه المنابر إيه هذه المنابر أخونا أبو ياسر هذه المنابر اللي أخفت كتاب الله وعترتي وروجت كتاب الله والسنة اللي أخفت هذه ينبغي أن تنشر هذه العلوم وبارك الله بك أخونا تفضلوا لا أستاذي يعني أنا ذكرت لحضرتك أكثر من مرة التراث مليء بما يشوبه التراث مليء بما يخزي والله لكن أنا ما أدعو إنسان من أهل السنة أن يتشيع ولا أدعو أحد من أهل الشيعة أن يتسنن أنا بدي السني يفتح مدارك عقله ويفهم تراثه ويعرف هو يعني أين يقف والشيعي كذلك يعرف أين يقف يعني يجب أن نبحث عن الحقيقة بغض النظر إن جاءت الحقيقة من الشيعي أو جاءت من السني أنا ما عندي مشكلة لو جاءت الحقيقة من البوذي أنا ما عندي مشكلة الله يبارك لكن أنا بدي أعرف أنا وين أنا كيف وين أقف أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو بالنسبة إلي آل البيت من هم بالنسبة إلي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بالنسبة إلي الله يجزي الخير الشيخ أحمد سلمان يعني عم يوضح كلام جاي الشيء من كيسه هو أن يتكلم بما في بطون الكتب عندنا الله يوفقك أخونا والله نرجو من الله عز وجل إنه والله الله يجزي الخير ويبارك فيه بعلمه وإنه يبقى مستمر بهذا الكلام والله أنا أتمنى إنه هو يعطي يعني محاضرات دائمة فيها علم ما بده إنه والله بس الناس تدخل وتناقش وتعارض والناس تدخل تبدي آراء سخيفة أنا بدي أخذ مادة علمية إن شاء الله مستمرون في هذا البرنامج وفي هذا الموعد وإن شاء الله ما سيأتي احنا مقبلون على مشروع كبير إن شاء الله وبمعية سماحة الشيخ إن شاء الله والأمور تكون أطيب لنشر الحقيقة بالكلمة الطيبة ونمتلككم الكرام سيكونوا معنا إن شاء الله جزاكم الله خيرا شكرا لكم أبو ياسر شكرا لكم بارك الله بك جزاكم الله خيرا